فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة الصدقة بعد صلاة عيد الفطر، الصدقة العامة؟ هل من السنة الصدقة العامة بعد صلاة عيد الفطر؟ ما ورد هذا، لكن إذا رأيت واحد محتاج تصدق عليه لا بأس، أما أنك ترى أنها متعلقة بهذا الوقت فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زاد صدقة الفطر فيها بركة، يقول أغنوهم صلى الله عليه وسلم، يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فهي مغنية للفقراء. نعم.